الراجل اللي عمل لك سندوتش ده ضامن انه غسل ايديه؟ البني ادم اللي عمل لك السندوتش اللي سيادتك هتاكله بهنا وشفا ضامن انه غسل ايده بعد ما خرج من دورة الميه؟ انت ضامن دي؟ ان كنت ضامن كل زي ما انت عايز. ادي اول مصدر عدوى. تاني مصدر عدوى خطير جدا اللعاب. اللعاب خطير جدا. انا بتعجب على ام بتوكل ولادها بنفس المعلقه اللي بتاكل بيها. خد يا ابني معلقه وانا معلقه. وتتعجب ان ابنها جال. او الزوج والزوجه. الزوج والزوجه اللعاب بينقلوا. فكثيرا انا عمري ما كتبت دواء لجرثومه لرجل قال له دي مراتك. يقول لي ما حللتش، يقول لي مش مهم. مش مهم. لان اللعاب بينقل والبراز بينقل. ده يخلينا ناخد قرار من هذه اللحظه، اكل بره البيت ممنوع. اكل بره البيت ممنوع. كان لسه واحد بناقشه في هذا، قال انا بحب الترمس. ماشي، بس الترمس ده معمول في الشارع، واي عيان ده الراجل لو عطس، لو عطس ملى الترمس جرثومه لو هو مصاب، لو عطس شويه لعاب طالعين مع